أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي دعم دول المجلس للشعب الفلسطيني، كما جدد المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار. وشدد خلال الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة إطلاق عملية سياسية ترتكز على مبادرة السلام العربية وتفضي لقيام دولة فلسطينية مستقلة. نجدد مطالبتنا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة. كما أود أن أنوه بأهمية المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر 2023 بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء عملية السلام والتوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة. وخلال اجتماع في العاصمة السعودية الرياض لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والمغرب، قال شكري إن الاعتداءات الإسرائيلية تتسبب في اضطرابات إقليمية متصاعدة. لقد ألقت تلك الأزمة بظلالها الثقيلة على أمن المنطقة ككل، حيث تتسبب الاعتداءات الإسرائيلية في اضطرابات إقليمية يتوسع على نحو مستمر. فبتنا أمام تهديدات خطيرة لسلامة وحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما أن الأوضاع في لبنان أصبحت تستدعي قلقا حقيقيا على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة هناك.